المروحة نفاز، المروحة نفاز شباب. في ريف إدلب الجنوبي ترصد عدسة الكاميرا لحظة سقوط برميل متفجر. برميل آخر من مروحية تابعة للنظام في ذات المنطقة اختفت سحب الدخان ليتكشف الدمار الحاصل في المنطقة السكنية. قصف تسبب بضحايا من المدنيين في بلدة حاز جنوبية إدلب ودمار واسع في الممتلكات. أحد المدنيين يروي أحداث ما جرى. اللي صار نحن ضيعة قرية أمني، لا فيها مقرات لا فيها شيء ولا شيء يعني. تمام، نحن قاعدين ما شفنا إلا نزل برميل دغري، جينا على المطرح الضربي لقينا فيه مصابين كثير، وأثناء الإسعاف رجع رمى علينا برميلين لخ وشيء بجنين. مروحية أخرى على بعد مئات الأمتار من القصف استهدفت أيضا مدجنة بالقرب من مدينة كفرنبل، أدت إلى مقتل عائلة مؤلفة من 4 أشخاص ونجاة طفلتهم الرضيعة. مراسل حلب اليوم قال إن ما يقارب 7 طائرات حربية ومروحية تناوبت على قصف بلدات وقرى بسقلة وكصنفرة والبارة جنوبية إدلب وبلدات إبلين وإبديتا بريف جبل الزاوية، إضافة إلى عدة مناطق في ريف حماة الشمالي. القصف المتواصل تزامن مع إعلان الجبهة الوطنية عن تصديها لمحاولة قوات النظام بالقرب من مدينة كفرنبودة شمالية حماة، وقالت إن مقاتليها تمكنوا من تكبيد النظام خسائر مادية وبشرية. الإعلان أعقبه استهداف هيئة تحرير الشام لمطار حميميم العسكري الروسي بعدة قذائف صاروخية رداً على القصف الذي تتعرض له مناطق حماة وإدلب على حد وصفها. الأمم المتحدة وعلى لسان منسق مكتبها الإنساني قالت إن قصف مناطق في شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية أدى إلى إلحاق الضرر بمركز طبي وخروج مستشفيين عن الخدمة، داعية أطراف النزاع إلى إنهاء تدمير المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية. الشمال السوري عاد من جديد ليتصدر المشهد على صفيح ساخن، مؤشرات القصف ربما توحي بعملية عسكرية محتملة، لا سيما بعد إرسال النظام تعزيزات عسكرية إلى عدة جبهات حول إدلب. وين بدنا العيش؟ وين بدنا العيش؟ عملية يبدي الثوار استعدادهم لها.